ما سوف نشاهده بعد لحظات جهود للدوريات السرية في ضبط أحد المواقع المشبوهة. الشخص هذا هو اللي كان يعبي. الآن بتجارب من البداية إلى النهاية بتشاهدونها الآن عبر سناب الأمن. يستخدمون هذا الموقع. بعدين على القماش هذا تنزل الموية عشان تثقل الموية كأنها زمزم. بعدين يتم التعبئة هنا. الخطوة الثانية وضع الاستكار. الخطوة الرابعة هذه شو تسوي المادة دي؟ تغلقها. الآن جاهزة للبيع جديدة. الاحتراف في التزوير وجود هذه الكراتين، كذلك طباعة مخصص النقل جوا والموقع الإلكتروني. هذه شكل الكراتين. الخطوة الأخيرة وضعها في هذا الكرتون ومن ثم يتم بيعها.